بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الأمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة السابعة من محاضرات دورة البي اتش بي، وتعالى نشوف آخر مرة كنا واقفين فين. تعالى في الحاجات دي كلها. آخر مرة كنا اتكلمنا فيها تقريبا عن المصفوفات اللي هي الأريس، وعرفنا المصفوفات بتشتغل ازاي. طبعا لازم يكون عندك السيرفر اللي هو المحل اللي هو الزامب شغال، أظن مشغل أهو تمام، علشان السيجنال باتشي والماي سيكوال يشتغل معاك، علشان لو في كود يبقى شغال تبع السيرفر اللي انت شغال عليه، لان الكود ده بيشتغل على سيرفر فقط لا سيل. عرفنا المره اللي فاتت ازاي نعمل مصفوفات، وازاي ان احنا نوصل لعناصر مصفوفه، وازاي نخلي المصفوفات دي شغاله بنظام الاندكس او اسوسيتيف الري اللي هي شغاله بنظام الكي، وازاي ان احنا نشوف التساوي بتاع المصفوفات، وازاي نضيف مصفوفات على بعضيها بحيث العناصر بتاع المصفوفات تبقى مجموعه في مصفوفه ايه واحده. ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، والنهارده نكمل على حاجه جديده اسمها الاوبشنز. تعال بسرعه كده نفهم يعني ايه اوبشنز ويعني ايه كلاس. الكلاس يا جماعه، لو انا مسكت مثلا الوايت بورد ديت ورحت عامل دايره كده وكتبت ان دي اسمها فئه او كلاس، تمام. الفئه والكلاس دي احنا بنسميها زي القالب، بنسميها زي القالب، وبتبقى فيها خواص وفيها حاجه اسمها الميثودز او الدوال، يعني فيها خواص بروبرتيز ودوال ميثودز اللي هي خاصه بمين؟ بالكلاس دي. انا لما اخد نسخه من الكلاس دي وابتدي استخدمها بسميها اوبجكت او كائن، بسميها ايه؟ كائن. يبقى الكائن ده عباره عن نسخه من الكلاس. ولو جيت مره تانية ورحت واخد كائن تاني اهو بالشكل ده، ده كائن، فالكائن ده برضه هيبقى عبارة عن نسخة منين؟ من الكلاس. يبقى أنا ممكن أقول إن الفئة أو الكلاس دي بتبقى عبارة عن قالب تمبلت، والأوبجكت بيبقى هما بيسموه انستنس أو نسخة. انستنس او نسخه منين؟ من القالب ده. دي الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الكلاسات. طب ازاي ننفذ الكلام ده داخل البي اتش بي؟ تعال نشوف الدريم ويفر مره ثانيه، ونعمل فايل، والفايل نختار نيو، وبعد كده نختار بي اتش بي فايل تمام، ونقول كرييت، وبعدين نسميه كلاس اند اوبجكت، كلاس اند اوبجكت، واقول له سيف. وتعالى ناخد ال بوت ستاب تمبلت اللي احنا كنا شغالين بيه، كنترول اي كنترول سي، ونحطه هنا كنترول اي كنترول في، ونشيل الكونتنتس اللي احنا كنا حطيناها من اول هنا بتاعت المصفوفة ديت لحد هنا بهذا الشكل كنترول اس. وهنيجي هنا بدل ما هي التعامل في التايتل التعامل مع المصفوفات، هنخليها التعامل مع الكائنات والفئات، او التعامل مع الفئات والكائنات، مع الفئات والكائنات. تعامل مع الفئات والكائنات، وضع كنترول واس تمام كده. واجي هنا في البي اتش بي وهبتدي اشتغل الشغل اللي انا عاوز اشتغله. اول حاجه احنا محتاجين نعمل لين عن كلاس جديد، عشان نعمل عن كلاس بستخدم الكلمه اللي هي بتاعت الكلاس، كلاس تمام كده. واسمي الكلاس دي مثلا وليكن ايه كار، وبعد كده هبتدي افتح اتنين كيرلي براكتس بهذا الشكل. يبقى كده انا قلت له اعمل لي كلاس وسميها ايه؟ سميها كار. الكلاس زي ما قلنا هيبقى فيها حاجتين اللي هم اول حاجه البروبرتيز اللي هي خواص، تاني حاجة بيبقى عندك حاجة اسمها ايه؟ الميثودز او الطرق او الدوال، الدوال او
الميثودز. لو انت عايز تسميها الطرق بالعربي او الطرق، هي نفس ايه، نفس. بس تعال نخش جوه الخواص ونبتدي نعمل خواص. الخواص بتبقى ليها حالتين، يا اما تكون بابليك يعني خاصيه تقدر توصل لها من داخل الكلاس نفسها ومن بره الكلاس بابليك بهذا الشكل، يا اما تكون برايفت. يا اما تكون ايه برايفت، يعني تبقى يعني استخدامها مقصور على الكلاسات والدول بتاعت الكلاسات جوه. دلوقتي انا هعمل مثلا خاصيه بابليك واسميها ساين دولار ميك، وهنسميها مثلا وليكن فورت مثلا، وهعمل واحده تانية برايفت، والبرايفت ديت هنسميها ساين دولار ستاتيس. وهنسميها مثلا وليكن الحاله بتاعتها ايه، اوف. الحاله بتاعتها ايه، تمام كده. يبقى انا دلوقتي عندي خاصيتين، الخاصيه الاوليه اللي هي خاصيه الميك ديت ودي بابليك، معناها انا ممكن اوصل لها بره الكلاس وداخل الكلاس، والخاصيه الثانيه اللي هي خاصيه الستاتيس ودي هتبقى برايفت، يعني بس الوصول لها يكون من داخل الكلاس، ولو انت حاولت توصل لها من بره الكلاس لازم يكون عن طريق داله او عن طريق وسيط يجيب لك الخاصيه دي. تعال نعمل دلوقتي داله، والداله ديت هتكون ولكم فانكشن، والفانكشن بتاعتها بتتكتب زيها زي الجافا سكريبت فانكشن، ولكن تيرن اون، تمام. وبعد كده هعمل كيرلي براكتس على الشيء بهذا الشكل، تمام كده. وابتدي احط انا عاوز اعمل ايه في الداله دي. الداله دي بمنتهى البساطه هتغير قيمه خاصيه الاستاتيس دي ليه لاوف، يعني ممكن اوصل لها اقول له ان زيس، تمام كده. وبعد كده احط دي، بعد كده احط ديت واقول له هتبقى عباره من status اللي هي ديت هتساوي ساين دولار status، ساين دولار status هتساوي on بهذا الشكل، تمام كده. واضغط كنترول اس من ناحيه المفاتيح. طيب ايه اللي عملته دلوقتي؟ ان انا عملت داله، الداله دي هتوصل للخاصيه اللي اسمها ستاتيوس وهتغير قيمتها بدل ما هي اوف ليه لون، تمام. تمام، تعالى بعد كده عاوزين نعمل داله ثانيه هتجيب لي حاله الخاصيه ستاتيوس. هنعمل فانكشن ثاني، فانكشن اوكي، والفانكشن ديت هتجيب لي الحاله بتاعت الخاصيه ستاتيوس، وهنسميها جيت ستاتيوس. هي مش عارف بيتنطق ستيتس ولا ستاتيوس، ستيتس، خلي ستيتس كده بشكل لوت. وبعد كده هنعمل كيرلي براكتس، تمام. وداخل كيرلي براكتس ديت هنبتدي نعمل ساين دولار ماي كار، قصدي هنعمل ريتير يعني ارجع لي بقيمه، ارجع لي بقيمه الخاصيه ستاتيوس اللي هي كده ساين دولار زيس الخاصيه status. status. ولكن ايه بشكل ده. طيب كده انا عملت دالتين، داله هتغير من حاله الستيتس بتخليها اون، والداله الثانيه هتجيب لك الحاله بتاعت الستيتس ده بحيث ان انت ممكن ايه تطبعهم. طيب كده انا وصلت اللي انا عملت الكلاس، وادي الكلاس اهي لحد هنا. هبتدي استخدم الكلاس ده جوه البيتش بي نفسه، هبتدي اعلن عن متغير من نوع كلاس كار. ازاي كده؟ ده متغير مثلا ساين نيو كار او ماي كار، ماي كار از ايكوال تو نيو كار. كده انا اعلنت عن اوبجكت جديد سميته ماي كار، وخدت نسخه من الكار داخل، تمام كده. تمام، طيب عاوز دلوقتي مثلا اشوف شكله عامل ازاي اللي هو الماي كارد ده. هستخدم الداله اللي هي var dump عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي. var dump اللي هي دي، واختار الاوبجكت اللي عملته اللي هو ساين دولار ماي كار، ماي كار اوكي، وراح فاتح دي كنترولز، تمام كده. بصوا كده يا جماعه هنا قال لي، خلينا نشوف على الصفحه افضل. 12
تمام، بيقول لي ان الكار ديت عباره عن ايه؟ اوبجكت. يبقى عباره عن ايه؟ اوبجكت. وفي خاصيه اسمها خاصيه الميك، تمام كده، عباره عن سترينج واخد تمن طوله 8 تمام، ومحطوط فيه كلمه ايه؟ فورد. وفي خاصيه ثانيه برايفت اسمها الستيتس او الستيتس، ماشي كده، واخد قيمه ايه؟ اوف دلوقتي. تمام تاني اهو. يبقى ده الماي كار ده عباره عن ايه؟ اوبجكت. اوبجكت جاي من ايه؟ من الكلاس اللي اسمها ايه؟ كار. وفي خاصيه اسمها الميك، والخاصيه دي عباره عن سترينج، يعني نوعها سترينج، واخد 8 حروف اللي هم الفورد، طبعا بالعربي غير بالانجليزي، يعني ترميز بالعربي غير بالانجليزي. وفي خاصيه ثانيه اللي هي الستيتس ديت، والخاصيه دي برايفت، يعني ما تقدرش توصل لها بره الكلاس اللي هي كار ديت، واخده القيمه ايه؟ القيمه اوف، تمام كده، وبرده من نوع ايه؟ نوع سترينج. تمام. طيب يبقى كده فهمت الدنيا ماشيه ازاي مع مين؟ مع الاوبجكت دوت. طيب هاجي بعد كده هعمل بي ار مثلا ايكو، اوكي، واروح فاتح قوسين واروح حاطط بي ار تاج، بي ار تاج، تمام كده. وبعد كده هبتدي اطبع هنا قيمه الخاصيه اللي هي مين؟ الميك. تعال نشوف هيقدر يوصلها ولا لا. لو انا جيت هنا قلت له ايكو ايكو لل الساين دولار ماي كار، اللي هو نسخه من الكار ساين دولار ماي كار، تمام كده، وقلت له اطبع لي اوصل لي خاصيه ايه؟ خاصيه الميك. خاصيه الميك اهي 3، يبقى هو المفروض يشوف خاصيه الميك، تمام كده، ويبتدي يطلعها لك على الشاشه عندك كنترول اس. هتبص تلاقي ان الميك فعلا كان بايه؟ بفورد. بص كده، لو انت طلعت فوق في الكلاس الاساسيه وكنت انت شايف الميك اهي، كانت عباره عن ايه؟ عن فورد. تمام. طيب تعال نشوف بقى خاصيه الاستاتيوس، عشان ممكن يكون شكل في حاجه بس مش عارف ماشي مظبوط ولا لا. تمام كده، تمام، هنشوف خاصيه الاستاتيوس. خاصيه الاستاتيوس، تعال نعمل بي ار تاج تاني، ايكو للبي ار تاج، تمام. وبعد كده هحاول انا اوصل للاستاتيس واشوف هيطلعها لي ازاي. لو انا جيت هنا قلت له ايكو للخاصيه بتاعه الساين دولار ماي كار، قلت له استاتيس، ساين دولار ستات يس، تمام كده، ورحت اعمل كده كنترول اس وقف 12، شوف حصل ايه. قال ان هو مش لاقي اساسا، يعني حصل فيتال ايرور ومش لاقي الخاصيه اللي اسمها ايه؟ ستاتيس ديت اللي انت حاطها له ديت، او حتى لو انت شفت الساين دولار دي كنترول اس مره ثانيه، بيقول لك برده ان في فيتال ايرور وبرده مش لاقي خاصيه ايه؟ الستاتيس اللي انت ايه حاطها له. تمام. طيب تعالى دلوقتي اقول له دلوقتي انا عاوز اطبع للستاتيس. هطبع للستاتيس ازاي؟ مثلا عن طريق ان انا اقول له ماي كار على تيرن اون، وبعد كده اطبع لي ايه؟ اطبع لي كده. ممكن استخدم الخاصيه، مش الخاصيه، هستخدم الميثود بتاعت تيرن اون ديت، بحيث ان انا اغير في القيمه بتاعت مين؟ بتاعت الستاتيس، وبعد كده اطبع الاوبجكت اللي هو بتاع الماي كار واشوف الخاصيه دي اتغيرت من اوف لاون ولا لا. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هحاول اغير الخاصيه بتاعت مين؟ بتاعت الستاتيس عن طريق الداله اللي هي تيرن ايه؟ تيرن اون. هعملها ازاي؟ هاجي هنا من تحت وقال له استدعي لي الاوبجكت اللي هو اسمه ماي كار، ده اوبجكت ماشي كده، ووصل لي للداله اللي فيه اللي اسمها تيرن اون دي، تمام كده. وبعد كده اعمل فاصله من اوضه واشوف كنترول واس. تمام، هنشيل بس دي عشان دي كده خطا، كنترول اس مره ثانيه، و30 يبقى هنا دي خليها كده كنترول اس، تمام، ودي كمان هتبقى كده دوس دولار كنترول اي كنترول اس. تمام، طيب دلوقتي انا المفروض غيرت من خاصيه الاستاتيس، خليتها بدل ما هي اوف خليتها ايه؟ اون. تمام كده، تعالى نطبع الاوبجكت مره ثانيه، هاخد البي ار دوت كنترول سي احطه هنا كنترول وي في، تمام، وهحاول دلوقتي اطبع الاوبجكت دوت اللي هو بتاعي، هعمل بار دامب كنترول سي واحط هنا كنترول وفي، واعمل كنترول اس مره ثانيه
وتعالى نركز بقى دلوقتي على خاصية الاستاتيوس. بص الاستاتيوس هنا يا جماعة، الاستاتيوس تمام اصبحت بايه؟ بأون بدل ما هي ايه؟ اوف. يبقى كده نجحت ان اوصل للخاصية الداخلية بتاعة الاوبجكت واغيرها من قيمة لقيمة، من اوف لايه؟ لاون. طيب لو انت عاوز ان انت تجيب الاستاتيوس مباشرة، ممكن عن طريق الدالة اللي احنا عملناها، اللي هي مين؟ الدالة اللي احنا عملناها اللي هي كانت جيت الاستاتيوس دي، تمام كده؟ تعال نستخدم الدالة دي مباشرة. هاجي هعمل بي ار تاج او اعمل ايكو للبي ار، تمام كده ايكو للبي ار تمام. وبعد كده هعمل ايكو للماي كار دوت جيت ستاتس، ايكو للساين دولار ماي كار وداش جيت الستاتيوس بالشكل ده تمام. وهقفل دي وتعالى من كنترول اس واف 12، هتبص تلاقي ان هو جاب لك قيمه الستاتيوس بايه؟ بون، على حسب ما انت غيرتها على اخر مره اللي هي الترن ايه؟ تمام. بكده يا جماعه نكون فهمنا يعني ايه اوبجكت، ازاي اعلن عن اوبجكت عن طريق الكلاس تمام كده، وازاي احط فيه بروبرتيز خاصه سواء كانت البروبرتيز دي بابليك او برايفت تمام، وازاي ان انا اعمل ميثودز تمام كده تبتدي توصل للخواص مثلا الموجوده هنا وتغير فيها، او ان هي تبدا تحصل على قيمه الخواص ديت وتقدر تطبعها انت عليه على الصفحه عندك، وازاي تاخد نسخه من الكلاس ديت على هيئه اوبجكت وتبتدي تستخدم الخواص بتاعته وتستخدم الدوالي بتاعته. تمام. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، وكل كل شاكرين. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.